سين نبني على المفاهيم القديمه. فانت ما زال عندك عندك كلاينت براوزر، عندك ويب سيرفر زين، وعندك السي جي اي اذا احد منكم يذكر في التسعينات السي جي اي زين على البي اتش بي مثلا، عندك الابلكيشن سيرفر بس راح يكون هنا على ريلز، وعندك الداتابيز. هذه كلها ما تغير شيء بالنسبه لك كديفلوبر الان على روبي اون ريلز اللي تشوفون ان شاء الله الحين مع حسام. عندنا براوزر، عندنا ويب بريك شو اسمه الويب سيرفر، عندنا راك هو الابلكيشن سيرفر، وفي ريلز لايبراري والاس كيو ال لايت. تمام. طيب ايش اللي تغير في الساس؟ مضبوط، هذه معماريه دي معروفه لنا الاركتكتشر هذه. اللي تغير في الساس الان وش المشكله قبل؟ اذا كنت جربت قبل اشتغلت افرض ان برنامجك الان او الشركه تجروز اب زين، فالان برنامج راح يكبر، يعني يصير عندك مثلا مالتيبل عندك مالتيبل ابلكيشن سيرفرز. مضبوط، او ممكن يكون عندك لا الموضوع يكبر اكبر واكبر، فيكون عندك مالتيبل اتش تي بي سيرفرز وراها كلاستر من الابلكيشنز، وعندك داتابيس كاشينج، عندك اشياء كثيره زين. فالسؤال الان كيف تصل لهذه اذا كنت يعني يعني انا اذكر مثلا لما اشتغلت على لامب مثلا اللي هو لينكس وبي اتش بي واباتشي زين، اذا اشتغلت على مثلا الجي 2 دبل اي مضبوط، الاشياء هذه ما هي سهله انك تسويها بنفسك، يو مينتين ات باي يور سيلف، جدا يعني معقده. يعني توم كات لحاله هذا في الجي 2 دبل اي يبغى له يعني يومين ثلاث ايام بس تجلس تسوي الكونفجريشن. تمام، فالموضوع معقد. هل في احد يقدر يساعدك على الاقل في البدايه لين انت اللي جروب ويساعدك على السيرفرات نفسها؟ هنا 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 تجيك ميزه السوفت وير او انجينيرنج السوفت وير از ا سيرفيس زين. هنا ميزه لما تبني السوفت وير از ا سيرفيس. وش المقصود هنا؟ الان عندك انت ثلاث خيارات، انت تبغى هالجزء هذا فقط، تبغى ابلكيشن وديتا، هذا اللي يهمك صح ولا لا؟ ما يهمك النتورك، ما يهمك ستورج، ما يهمك الاشياء هذه. إذا أنت والله مركز معلومات الوطني وعندك بيانات حساسة وعندك أمور وعندك فلوس، أنت راح تبني هذا كامل صح؟ أو خلينا نقول في ناس راح يبنون لك هذا كامل مضبوط، من الران تايم إلى النتوركينج، سووا له مينتنس كل شيء الأوبريشن. أنت بالنسبة لك ديفلوبر، يول ديفلوب الأبلكيشن يول ديبلوي، ما عندك مشكلة. إذا أنت الآن مثلا تبغى تستخدم خدمات سحابية، يعني الآن في مثلا نعرف أنه شركة علم مع اس تي سي مع المركز المعلومات طلعوا الشركة السعودية للحوسبة السحابية زين، فقالوا والله إذا الحكومة أنتم عندكم مشكلة أنكم تسوون الشيء هذا تعالوا لنا استاجروا من عندنا، أو حتى الشركات السعودية وبياناتك راح تكون ضمن يعني في السعودية ومحمية وعند الحكومة يعني مضبوط، اذا كان خصوصا اذا كنت جهات حكوميه، وحنا نوفر لك الجزء هذا مثلا زين، الانفراستراكشر از ا سيرفيس، انا يوفروا لك نتوركينج ستورج سيرفرز فيرتشوالايزيشن، انت بالنسبه لك يو مانج الاوبريتنج سيستم، يو مانج شو اسمه مثلا اذا كنت تستخدم توم التوم كات ولا غيرها يو مانج ات مضبوط، بس هم دي مانج الانفراستراكشر. هذا على الاقل يعني معرفتي بالشركه يعني وليس بالضروره. الاشهر اللي انا متاكد منه مثلا انه امازون ويب سيرفيسز يوفروا لك الشيء هذا، هم يقولوا احنا نوفر لك هذا وانت عليك الجزء هذا. زين؟ اخيرا والافضل من هذول كلهم خصوصا لو كنت ستارت اب اللي هي يسمونها بلاتفورم از ا سيرفيس. زين؟ الان انت راح تقدم للعميل سوفت وير از ا سيرفيس. لكن عشان تقدم السوفت وير از ا سيرفيس افضل شيء لك انك تستخدم ما يسمى بالبلاتفورم از ا سيرفيس. يعني انت كل هذا موفر لك، انت فقط تهتم منك بالابلكيشن زين، زي ايش؟ زي جوجل اب انجن مضبوط، وزي هيروكو اللي تابع لسيلز فورس اذا كنت تعرفون سيلز فورس. واليوم احنا بنشوف هيروكو هنا وبتشوف ميزه انك تستخدم بلاتفورم از ا سيرفيس، انك تبني السوفت وير از ا سيرفيس حقك اون توب اوف بلاتفورم از ا سيرفيس مضبوط. فاذا انت عندك خيارات، نرجع مرة ثانية، احنا ندير تطوير المنتج، عندك خيارات، عندك ثلاث خيارات هذه على حسب المكان اللي انت فيه. في النهاية كل الخيارات هذه تقدر من خلالها تقدم السوفت وير از ا سيرفيس. واضح؟ طيب. الآن بعيداً عن الانفراستراكشر ولنفرض ان اخذنا البلاتفورم از ا سيرفيس، خلونا نشوف ندخل جوا البلاتفورم از ا سيرفيس هنا كابلكيشن ونشوف الاستراكشر او الاركتكتشر حقت الابلكيشن نفسه معماريته. زين طبعا اشهر معماريات مشهوره اللي ايش؟ موديل فيو كنترولر تمام ام في سي زين، وريلز
يعني تعتمد بشكل كبير جدا على مفهوم الـ MVC. مضبوط؟ مفهوم الـ MVC هنا وش المقصود فيه؟ وش انك انت الان تفصل الانترفيس عن البزنس لوجيك ويكون عندك كنترولر يتحكم في الابلكيشن. مضبوط؟ هذا خذه باختصار، طبعا يحتاج محاضرة كاملة عشان ندخل يعني في المفهوم هذا، لكن هذا المفهوم باختصار. الفكرة الأساسية فيه هو الموضوع والهدف الأزلي زين لهندسة برمجيات، وهي decoupling separation of concerns. إذا جيت أغير user interface، إذا جيت أغير تطبيق الجوال حقي أنا، مضبوط، ما يحتاج أروح للسيرفرات حقاتي وأغير 20,000 حاجة. تطبيق الجوال اللي هو يمثل فقط interface، مضبوط، ما يرتبط decoupled من باقي من البزنس لوجيك اللي عندي. انا ابغى اطلعه ويب ابلكيشن، ابغى اطلعه تطبيق جوال، ابغى اطلعه باي انترفيس ابغاها، زين، مفصول تماما عن هذا كلوجيكال ستراكشر. طبعا كبيهيفير للابلكيشن، مضبوط، وهذا اللي بنشوفه الان في روبي ان ريلز. الابلكيشن كالتالي: المستخدم يشوف الفيو، مضبوط، يشوف الويب بيج، يجي يطلب له حاجه، مضبوط، يضغط على لينك معين او يضغط سبميت الحاجه معينه، تروح للراوتر في روبي ان ريلز، الراوتر يمشيها للكنترولر، يختار الكنترولر المناسب، زين، الكنترولر من هنا يسوي بعض الشغل، يسوي معالجه لطلب المستخدم، مضبوط، ويروح يودي يستدعي الموديل ويطلب من الموديل انه يسوي، اما انه يقرا بيانات معينه او يعالج بيانات معينه، المهم الموديل يتعامل مع الداتابيز هنا، زين، وبعد كذا اذا خلص الموديل البيانات اللي طلعها اللي نبغى نوديها للمستخدم تروح للفيو، لكن ما تروح بشكل مباشر، تروح عن طريق الكنترولر، تمام. فهذه الاركتكتشر بابسط ما يمكن اعطيك اياه، الاركتكتشر الاشهر، مضبوط. طبعا لو كنت انت انتربرايز الان، اللي منكم يشتغل في شركه انتربرايز، طبعا في اركتكتشر اضخم من هذه اللي يسمونها سيرفيس اورينتد اركتكتشر، تمام، فيها نفس المفاهيم هذه لكن فيها، لكنها اعقد من الموضوع هذا في كثير، فيها انتجريشن، ممكن فيها بزنس بروسيس مانجمنت، وفيها اشياء كثيره، واضح، بس احنا نبغى نبسط الموضوع. فالان ننتقل للديمو بناء على اللي شفتوه، هذا ننتقل للابلكيشن حق روبي ريلز اللي سويناه، ونشوف كيف الموديل فيو كنترولر في روبي ريلز. طيب، مجرد ما مجرد ما انك تنشئ ورك سبيس لك على كلاود 9، في بعض الاي دي او الكلاود اي دي اي ما تنشئ لك اللي هي الام في سي ستراكشر، تطلب منك انك تدخل كوماند اللي هو ريلز نيو واسم المشروع. في الكلاود 9 هي باي ديفولت عام الطريقه، فاللي ممكن حاب انه ما يشتغل على كلاود 9، بعض الناس يعني عارض كلاود 9 انها تطلب الفيزا كاثنتيكيشن، فيها احد الاخوان في تويتر طرح كود اني وير كخيار اخر، واللي عنده خيار ثالث ممتاز. كان في من افضل الاي دي اللي استخدمتها كلاود اي دي اي كان سبينيتروس، لكن في نوفمبر السابق انه اغلقوا البزنس حقهم. فالان زي ما شرح الدكتور معاذ، عندنا هنا الام في سي، عندنا هنا الابلكيشن في الكنترولرز، الهيلبرز، الميلرز، المودلز والفيوز. طبعا عندنا يعني معروفه هنا عندنا المودلز والفيو والكنترول، هذه معروفه. الاسيتس هذه كل ما يخص الكلاينت سايد. ممكن بس في تعليق سريع بس بالنسبه ل نمسكه احسن. بالنسبه للروبي اون ريلز، وعلى عكس كثير من الانفايرمنتس الاخرى مثل بي اتش بي وذا، ذي جو باي يقول لك كونفينشن نوت كونفيجريشن، زين. فانت تاخذ روبي اون ريلز يقول لك عندك موديل تحطه هنا في المودلز، ما في كلام ثاني، ما في خيار ثاني، ما في شيء اسمه يو كونفيجر المكان اللي في المودل، مضبوط، في المودل هنا. لو اذا كنت جاي من بيئه جافا بالذات، everything XML configurations، زين. في روبي ريلز لا، اتس كونفينشن، متعودين الجميع برامج روبي اون ريلز المودلز هنا، مضبوط، والكنترولرز هنا، والفيوز هنا، مضبوط. ما هو بس كذا، يمكن لو تفتح المودل شوي، بس احنا ما سوينا الى الان مودل، زين. حتى اسماء الملفات لما تسمي الملفات نفسها في كونفينشن تستخدمه، زين، او يعني طريقه يعني تستخدمها لتسميه الملفات،
مجرد ان ريلز تشوف الاسماء هذه تعرف انه هذا كنترولر ولا هذا موديل ولا هذا. تمام. طيب خلينا نبدا بالابلكيشن. طيب نبدا بالابلكيشن. انا زي ما قلنا انه بعد ما يصير عندك كلاود اي دي اي نبغى فيرجن كنترولينج. لما تشتغل من البدايه كفيرجن كنترولينج اريح لك انت كراسك. لو مثلا صار عندك مشكله زي ما صارت لي انا مشكله مثلا في اكتوبر اللي راح ارسلوا لي نيتروس كان عندي مشروع اشتغل فيه تقريبا حدود سنه ترى احنا بنطلع ضف عفشك. قلت له ما في مشكله. رحت دخلت على جيت هاب سويت بوش لجميع العملي في جيت هاب ونقلت للكلاود 9 تقريبا خلال ساعه البروجكت حقي كامله منتقل مايجريت للكلاود 9 في ساعه فقط. والبروجكت يعني لا احصي كميه التعقيدات اللي فيه. فهذه احد يعني حسنات الجيت. طبعا هنا زي ما قلنا برضو انه انا الان ليش اشتغل على الاي دي اي؟ كل شيء موجود عندي تقريبا اشياء اساسيه الجيت والهيروكو والكالبرودكشن وتولز كثيره بعضها انا يمكن ما اعرفها. فلما تشتغل على الهوست انت تحتاج انك اول شيء تنزل عندك الروبي ان ريلز كلغه. هذه ممكن تاخذ منك يعني اذا انت عندك يعني لينكس بيزك نوليدج ممكن تاخذ منك ساعتين، اذا ما عندك ممكن تاخذ معك يومين يمكن شهر. راح تحمل جيت كتولز راح تحمل هيروكو كل مالك كل ما تحتاج تول تحولها تقريبا هنا في الكلاود 9 اغلب التولز انت هنا موجوده. فممكن لو نجي الان نقول مثلا جيت فقال الان الجيت هنا موجوده وانه ما فيها مشكله انت تبغى تستعمل فيها ايش؟ نبغى نسوي انشلايز الان لان يكون عندنا ريبو خاص في المشروع جيت انت سواء الان انشلايز الامتي جيت ريبوزيتوري ان في الورك سبيس. طيب الان الان نرجع مره ثانيه لايش؟ للادوات والمنصات اللي راح تستخدمها. شفنا احنا الاي دي اي زين؟ شفنا لغه البرمجه طبعا اللي هي روبي وشفنا اطار العمل او الفريم ورك اللي نستخدمه اللي هو ريلز زين. راح نتكلم بعد شوي عن روبي شوي بس باخرها مضبوط لما نبدا نشوف الكود حق روبي. لكن في شيء مهم جدا وهو انك تحتاج ادوات لتخزين واداره الكود حقك. تمام. والاداه اللي احنا نستخدمها هي جيت. اسمها جيت جي اي تي. في طبعا قديما كان في سي في اس كان في اس في ان كان في كذا اداه. جيت الان هي الافضل تقريبا موجود في السوق. في اظن ميركوريال اظن او شيء زي كذا. اي نعم ميركوريال اسهل شوي من جيت. واضح. فعندك خيار يعني عندك مجموعه خيارات. الان الاداه جيت هو الاداه اللي من خلالها تدير الكود حقك. تمام. الجيت هاب هو الفيسبوك حق المبرمجين مضبوط وهو اللي اخذ جيت كتول وبنى عليها سوشيال نتورك. واضح. فانت اذا بغيت تحط برنامجك وين تحط برنامجك؟ حطه في جيت هاب. زين. احنا تو كنا نجهز ما بعد حطينا البرنامج في جيت هاب بس كنا نجهز ان البرنامج يعتمد يستخدم جيت لاداره السورس كود حق البرنامج. زين. ايش معنى اداره السورس كود حق البرنامج؟ شوف بشكل سريع. الان نجلس تطور البرنامج. تمام. طلعت فيرجن مثلا هنا مثلا احنا مطلعين فيرجن من البرنامج فيرجن 1 زين هنا. بعدين انت الان عندك فيتشر جديده ما تبغى تلخبط فيرجن 1 هذه. فتجي تطلب من جيت تقول بالله يسوي لي برانش مضبوط سوي لي فرع من الكود للفيتشر هذه. سوى لك فرع بغض النظر كيف تسويها ما يهمك انت. الان صار عندك تو كوبيز من الكود. عندك الكوبي من الكود اللي شغال بالبرودكشن وعندك كوبي من الكود اللي انت الان تسوي عليه ديفلوبمنت. تمام. اللي هو البرانش هذا. زين. بعد كذا ممكن تيجي تطلب من جيت تقول له لا والله انا عندي فيري نايس فيتشر عندي الفيتشر ذي ابى اسوي لها امبلمنتيشن بطريقه معينه بس ودي اجرب طريقه ثانيه تسوي برانش ثاني. واضح. فيصير عندك ثلاثه فيرجنز من الكود ثلاث نسخ بدون ما تحس. جدا سهل بيشوفها الان. فهذه اداره مضبوط الكود هذا وتخزين السورس كود هذه مهمه عمليه مهمه جدا. زين. وهذا اللي يوفرها لك الجيت. والجيت هاب يعطيك انترفيس عليها يعطيك مشاركه مع الناس يوفرها لك على النت يعطيك الريبوزاتري هذا اللي تخزن فيه الكود زي ما قال حسام انه والله لما نيتروس قفلوا هو موجود اصلا على الجيت هاب. طبعا جيت هاب يعني شركه كبيره جدا يعني مقارنه مثلا بشركه زي نيتروس. ف
فيعني قضية أن جيت هاب بتسكر جدا ضعيف على الأقل هذا حسب معلوماتي كفاينانشالي زي أمازون وزي غير. طبعا لو قفلت بتصير مصيبة كبيرة. طبعا معظم الأوبن سورس الآن على جيت هاب زين. إذا كنت تذكرون سورس فورج وغيرها تقريبا قتلها جيت هاب تمام. فهذه فكرة الآن تخزين ومشاركة السورس باستخدام الجيت. الآن بنشوف حسام يسوي لنا الفيتشرز اللي شفناها قبل شوي زين اللي شفناها حطيناها في تريلو إذا تذكرون الفيتشرز البسيطة هذه اللي أخذناها من الكاستمر زين. لا تنسون ان احنا اخذنا من الكاستمر سوينا بلان. الان نبي نبدا نسوي الامبلمنتيشن بس نبغى نتحكم بالسورس كود حق الفيتشر. طبعا بس بشكل سريع هذا الماستر الان يقول لك انك انت الان في البرانش الرئيسي الماستر حق زين. طبعا والشعار جيت برانش از ماتش از يو كان زين. بيت اصلا حقين المطورين حقين الكيرنل حقت لينكس ما وجدوا نظام يساعدهم على المانجمنت للكيرنل نفسه فهم بنوا جيت. تخيل يعني كيف قوه الجيت في المانجمنت للسورس كود. طيب اول حاجه قبل ما نعمل نكتب اي كود نبغى نسوي كونفيجريشن الان للجيت بحيث انه تصير خلاص هي والجيت هاب انا وزملائي كمبرمجين نستخدمها كمصدر وكل كوميت يصير يكون عليه تاج او سيجنتشر باسم الشخص اللي عمله. احيانا تكون مثلا عندك بجيت شخصين صدفت انهم عملوا مثلا شيئين متعارضين في الكود. جيت عندها انلايزنج تول تشوف انه هذا السطر تعدى بطريقتين مختلفه فتحط لك تو اوبشنز اختر اوبشن 1 اوبشن 2 اوبشن 1 مثلا باي حسام اوبشن 2 مثلا باي دكتور معاذ. فالكونفيجريشن هو اهم شيء في الجيت كتعمل فيه من البدايه عشان يريحك مستقبلا تسوي تراكنج للتغييرات. طيب جيت كونفيج ممتاز للجلوبال يوزر دوت